بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تنمية الملكة الفقهية. معنا في هذه الليلة صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. طبعا النسبة في الباب صلاة الاستسقاء، الإضافة هذه إضافة الشيء إلى جنسه، إلى نوعه، إلى سببه، إلى صلاة الكسوف إضافة الشيء إلى سببه. طيب، والاستسقاء كذلك. طيب، بالنسبة للكسوف، موجب صلاة الكسوف واضح، وهو خسوف الشمس وكسوفها، وحكمها سنة مؤكدة. وهذا إشكال عندنا هنا، وسبق هناك تمرين معلق الشيخ عبد الله، ما ادري ايش صار عليه، صوارف الامر. ما صار شيء شيخ، تكلم الاخوان. طيب، وذكر صوره التبكير في الاسم. الان الحديث الوارد في صلاه الكسوف صيغته فصلوا، صيغه امر. ما الصارف على أن الجماهير يقولون بالاستحباب لا الوجوب، أليس كذلك؟ الجماهير يقولون بالاستحباب، وقال البعض بالوجوب للأمر، فما الصارف؟ بعضهم فقط بالوجوب، لكن الأكثر يقول بالاستحباب أنها سنة مؤكدة. ما الصارف؟ نعم، من الصوارف حديث الأعرابي، حديث الأعرابي. وهذا حديث الأعرابي كان تمرين كنت أريده في كتاب العيدين، لكن يبدو أن الله قدر أيضا أن يعود في الكسوف. كيف سؤالي الآن، كيف تعامل الفقهاء مع حديث الأعرابي؟ مقتضى حديث الأعرابي ما هو؟ إلا الصلوات الخمس فقط، إلا الصلوات الخمس، إلا الصلوات الخمس فقط. هل هناك صلوات قيل بوجوبها غير الصلوات الخمس؟ الوتر عند الحنفية، و العيدين على قول، والكسوف على قول أيضا. هل قيل بغيرها، بوجوب غيرها؟ لا، الاستسقاء العيني، الجمعة قطعا ما فيها إشكال، لكن لو قال لك أنها بدل، مع أنها ليست بدل، خلاص سقطت. وبعدين أيضا هو أعرابي، الأعراب لا تجب عليهم الجمعة، هو أعرابي لا تجب الجمعة على الأعراب. فرض كفاية صلاة الجنازة. إذن عندي من التزم بهذه القاعدة ولم يقل بوجوب صلاة إلا الخمس، وهذا لا إشكال فيه، إلا إشكال واحد، وهو تعارض العمومين. الآن متى ما رأيت الكسوف فصل، والآخر أنه خلاص لا تجب عليك مطلقا إلا هذه الصلوات الخمس، وإن كان قد يقال أنها ليست عمومة ونحو ذلك، لكن هنا تعارض. قد يقول قائل، لماذا قدمتم هذا الحديث الأعرابي على الحديث الآخر، وهو الذي سيستخدمه الآخرون الآن؟ الآن من قال بوجوب الوتري، من قال بوجوب العيدين، من قال بوجوب الكسوف، ما جوابه على حديث الأعرابي؟ خاصة أنه قال هل علي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا إلا أن تتطوع. فيقول هذا نص أن غيرها، أن غيرها تطوع. فما جوابهم؟ سمي شيخ. ما دليلك على التقدم؟ ما الدليل؟ تفضل شيخ. من الأجوبة أن حديث الأعرابي متقدم لا دليل على التقدم. نعم. أجيب أن حديث الأعرابي في الصلوات الخمس المفروضة التي توجد يوميا بخلاف الصلوات التي لها سبب، فتجب عند وجوب السبب. بالمناسبة من قال بوجوب تحية المسجد أيضا قد هذا يدخل. من قال بوجوب تحية المسجد هذا مثال أيضا ممكن يضاف. ما الدليل على أن ذوات الأسباب هي المخصصة لحديث الأعرابي؟ هذا الإشكال. لماذا خصصت حديث ذوات الأسباب بحديث الأعرابي؟ لماذا خصصت حديث الأعرابي بحديث ذوات الأسباب وجعلتها للوجوب؟ هنا أنت أخذت، شوفوا التعامل هنا تخصيص والآخر ماذا يفعل؟ من يقول أن حديث الأعرابي مخصوص هنا يخصص عاما، والآخرون الذين يقولون بوجوب بعض الصلوات يقولون بماذا؟ بالتخصيص ولا بالتأويل؟ بتأويل الأمر، وأنه للاستحباب لا للوجوب. واضح الآن المسلك؟ هذا يسلك منهج مسلك التخصيص، وهذا من وهذه من الأشياء التي يمكن أن نفعلها عند تعارض ظواهر النصوص. تأويل النصوص الأخرى. أي نعم. يقول إنها للاستحباب بدليل حديث. إيه طبعا هو تأويل لحديث للأوامر عند القائلين بأن صيغة الأمر للوجوب. أما من قال بأن صيغة الأمر هي قدر مشترك بين الوجوب والاستحباب لا يحتاج للتأويل، يقول إن الأدلة دلت على هذا والدليل على هذا، فيقول يصرفها، والصرف نوع من التأويل. طيب هؤلاء يقولون بالتخصيص وهؤلاء يصرفونه، يصرفون الأمر للاستحباب. هذان مسلكان صح ولا لا؟ كيف هؤلاء يسلكون هذا المسلك والآخرون كيف يسلكون؟ المن تمسك بحديث الأعرابي وضعهم ظاهر، يقولون حديث الأعرابي ظاهر ونص في المسألة، ويؤول ويصرف، تصرف الأحاديث الأخرى به، فيقال باستحباب الأمور الأخرى، وأن الأمر أن الأمر يأتي للاستحباب، وعندك أمثلة كثيرة جدا أن الأمر فيها للاستحباب. هذا هو الصارف. طيب العكس، الذين خصصوا مثلا، خصصوا بتحية المسجد، أو خصصوا الوتر، أو خصصوا عندي صلاة الكسوف أو العيد، أي ماذا يقولون؟ اللاقط دوما يا جماعة اللاقط هنا يلزم من قال بأخذ بحديث الأعرابي أنه حتى ذوات الأسباب مثل تحية المسجد لا يقول بوجوبها، يطرد كلامه مع أنهم يبدو أنه يفرقون، يتمسكون بحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد. لا ليس كلهم أبدا يطردون، كثير منهم يطردون ويقولون بالاستحباب، كثير منهم يطرد ويقول بالاستحباب. صحيح بعضهم أقول حديث تحية المسجد أضفها مثالا للكسوف والعيدين وكذا، لكن بعضهم يطرد ويقول استحباب. طيب عندكم أجوبة أخرى كيف أجابوا؟ أجابوا على يعني حديث الأعرابي لماذا خصصوه. بعضهم في العيدين يقول هل العيد يجب على الأعرابي؟ لا يجب، لأنه الآن العيد لا تجب على الأعرابي، فهو يقول هل يجب علي غيرها؟ فيقول لا، وهي يقول هذه قضية عين. فالأصل يعني تذكرون تنقيح المناط، تذكرونه؟ لا أنقح الأعرابي أجعله أصل، ويقول هذه صلوات واجبة على الأعراب، هذه الصلوات الواجبة على الأعراب، وأهل المدن تجب عليهم صلاة العيدين، يمكن أن يجيب بذلك. بس يبقى الإشكال ما دليلك أصلا على الوجوب؟ لأن تذكر ناقشنا الاستدلال بالآية، لكن يبقى الاستدلال بالحديث. طيب هذا العيد، طيب الكسوف ما دليلك على وجوبها؟ أي يبقى يعني لا يوجد دليل. لا ممكن يقول، لا يمكن يقول يستدل بحديث
معطية والأمر بإخراج الحيض وغيرها، ويقول هذا واجب، وحديث الأعرابي إنما هو للأعراب وهذا فيخصص. هو عفوا مو بيخصص، يقول هذا للأعراب وهذا عام، إلا إن خصصه بهذا الحديث ويقول إنه. بالمناسبة في قاعدة لعلي إن شاء الله أشرحها بإسهاب في تعارض العمومين، أنا تعارض العمومين ودي أن أخذه قبل المعاملات لأنه مهم في العبادات كثيرا. من الأشياء التي يستخدمها بعض العلماء في ترجيح بعض العمومين على الآخر أن يرجح الشيء الذي وارد في ذات الأمر في ذات المسألة، الشيء الوارد عاما بعمومه. لا لا، يقولون إذا هو كلها الآن صيغها تدل على العموم، لكن يقول إذا كان هذا الحديث أتى في سياق حكم هذه المسألة بعينها فإنه مقدم. يعني مثلا في ذوات الأسباب يقول هذا يتكلم عن صلاة عامة مطلقا، وهذا يتكلم عن صلاة خاصة وهي صلاة تحية المسجد، فهذا يقدم لأنه أتى في سياق، أما هذا أتى في سياق عام لا يؤخذ به. ولعل إن شاء الله يكون لها مزيد إيضاح إن شاء الله في يعني تمرين المستقل المطول. طيب، يبقى معنى الكسوف الآن، ما لقيت لهم جواب؟ أو تقولون باستحبابه لا وجوبه؟ هل وجدتم له جوابا؟ سمشة. طيب، كيف تؤول حديث الأعرابي يبقى؟ لأن الكسوف واجب على الأعراب وواجب على أهل المدن. سمي شيخ. يا شيخ، بالنسبة للصلوات الخمس لا يختلف طبعا كونها يعني أركان، يعني منها ركن، الصلاة ركن الخمس. طيب، هو يقول أنه لا تجب عليه إلا هذه، هو واجبات إلا هذا مساق ممكن يأخذه الحنفية، وهذه في الوتر يمكن أن يقول الحنفية في الوتر أن الوتر واجب ليس فرضا، لكن الجمهور لا يفرقون. الحنفية في الوتر يمكن أن يجيبوا أن يقول هذه الفروض لكن الواجبات لا، لكن يعترض عليهم لأنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك، سماه تطوعا. وإن كان يمكن أن يبدأوا بهذا الجواب، لكن يمكن أن يعترض عليهم بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص على تسمية ما سوى ذلك تطوع. طيب، وجوب صلاة الكسوف على الأعرابي من قال بهذا؟ الأصل الحديث، الحديث من الذي أخرج الأعرابي؟ الأصل في النصوص، الأصل في النصوص العموم. وشو فصلوا؟ أي أي نعم. لكن المذهب عندنا أنا سنة مؤكدة، يعني إذا ترجحون المذهب، أحد يرجح الوجوب ما زال متمسكا بالوجوب؟ الشيخ سليمان عنده شيء بس ما أدري وش. سم باللاقطي. يعني لو قيل حديث الأعرابي يعني أنا أصرفه لما يتكرر في اليوم والليلة ولا يتناول ذوات الأسباب. جاي. طيب. مثل ما قال الأخ الكريم. يعني أنتم تخرجون ذوات الأسباب. أخرج ذوات الأسباب. طيب، لماذا قدمتم ذوات الأسباب؟ لماذا رجحتموه؟ هذا إشكال. هو هذا أنا لاحظته كثيرا في الاستدلال والاعتراض، لو تأملت كثير من الاعتراضات الموجهة للآخرين تجد أنها مبنية على إيش؟ ها؟ مبنية على فرض الترجيح القبل، أنك رجحت شيء قبل، وهذه إذا رجحت شيئا يعني إذا رجحت شيئا في البداية صدقني إن جل المسائل ستجد لها وجها. إذا بدأت بترجيح وقناعة شخصية عندك صدقني إن أكثر المسائل ستجد لها وجها، فهي مبنية يا شيخ الفرضية هذه في البداية على أن الأصل أن الحديث الكسوف مقدم، ونبحث عن ما الذي يجعل حديث الكسوف مقدما. ولهذا مسائل تمارين التعارض مفيدة جدا، والقراءة فيما ذكره الأصوليون في التعارض والترجيح وتطبيقات الفقهاء في ذلك، خاصة في كتب الخلاف العالي، وخاصة في الكتب التي فيها إنصاف،
كما عندي بالرشد الحفيد؟ ترى رجل منصف في ذكر الأقوال والاستدلال لها، وكما في كلام شيخ الإسلام عالبا وابن القيم وهؤلاء مثل هؤلاء، تجد أنهم يعني لا يبدأ بترجيح، فتجد القواعد التي يستخدمها غالبا مضطردة ويستخدمها دوما. أما في الغالب في كتب المتمذهبين غالبا لا أقول دائما، فتجد أنه يسعى إلى ماذا؟ إلى نصر القول، لا لاستخدام لا أظلمهم، لأنه هذا المترجح عنده لا يستطيع التقليد، لا يستطيع الاجتهاد يعني في ظني، فهو يرجح ما ويبحث عن ما قاله إمامه. طيب، ولهذا القراءة في ما كتب في التعارض والترجيح الكتاب الأصولية أولا وطردها، وعند القراءة الأصولية انتبه، السلام عليكم، هناك مسائل فقهية مشهورة في مذاهب من المذاهب، فتجد أن صاحب الكتاب الأصولي طبعا هو متمذهب، تجد أن أسباب ترجيح هذه المسألة قد تشغله قليلا، فيبحث عليها عن أسباب للترجيح. على أي حال كما قلت لكم، التعارض الترجيح يحتاج إلى بسط أطول، لكن هذا على عجل، والتعامل مع حديث الأعرابي الحقيقة يحتاج إلى إنصاف واضطراد، إنصاف واضطراد، اضطراد. قاعدتك اللي تعمل فيها في حديث الأعرابي اطرده في كل مسألة. طيب، ترجيح، شلون كتب الترجيح؟ كل كتب الأصول فيها لازم مبحث يعني التعارض الترجيح. لا لا محتاجة أبدا، كل ما يعني عند في المستصفى كلام بالمناسبة البيضاوي ما أطال في الترجيح، في شرح الكوكب المنير الطوفي كلها جميل. سم بالعكس، ما عند اللي يقول إن سنة ويعني يصرف كل أحاديث الوجوب، يصرف كل أحاديث الوجوب ويقول مصروفة بحديث الأعرابي، هو مضطرد. لكن هل اضطراده صحيح أو لا؟ ترى بالمناسبة ليس كل اضطراد صحيح، أحيانا لابد أن يكون الاضطراد يعني قد يكون تحتاج إلى مثلا تأويل، تحتاج إلى الصرف، لكنه بانضباط. فالذين قالوا بعدم وجوب شيء غير الصلوات الخمس طبعا مع الجمعة، هذا قول مضطرد، ويأخذون حديث العربي، كلما قلت لهم شيئا قالوا حديث العربي يصرفه. هل هذا المنهج صحيح؟ هذه قضية أخرى، هذه عد هذا عملك. الإنصاف لا تستخدم قاعدة هؤلاء عندما مثلا تتكلم عن العيدين، لأنك ترى العيدين غير واجبة، ثم إذا أتيت للكسوف وفيك ميل إلى وجوبه أو تحية المسجد فتقول بقواعد الآخرين. لا، أطرد. سمي شيخ. شيخ، فيه مسألة عند تناول قضية الأمر والمستحب، أيه؟ وكذلك قضية المكروه والمحرم. طبعا الفقهاء ما يذكرون الأمر والمستحب ليس قسيما، الأمر الواجب والمستحب، الواجب والمستحب. نعم. في قضية من باب أحيانا الديانة مثل صلاة الكسوف، حتى الذين يقولون بسنية ويطردونها يرون مسألة الاستحباب شبه مؤكدة يعني، وهذه ما يطرقها الفقهاء، لكن أحيانا الشيخ الفقيه حتى لو رجح لابد أنه يبين هذا، ليس معنى. ولهذا العبارة التي تستخدم أحيانا يعني أحيانا لا يلزمك أن تقول هل هي واجب ولا مستحب، تقول مثلا يشرع عند صلاة الكسوف كذا، وتحث الناس على الصلاة فيها، لأنه ترى أحيانا صحيح أن الواحد له الحق أن يعرف هل هذا واجب عليه أو ليس بواجب، لكن قد يكون فيه نوع من رقة يعني مثل ما نقول التهوين من بعض المشروعات، هل هي واجبة ولا لا، بس فقط سأفعلها أو لا أفعلها، هذه قضية أخرى يعني في الوعظ وفي هذا قضية، أما في تقرير الشرعي قضية أخرى. أنا حتى الفقيه أحيانا لما يذكر هذا من يريد حضور الدرس العملي في الجنائز يسجل اسمه، أدرها اسمه، يعني أقول حتى الفقيه شيخ لما أدرها. يتكلم عن هذا لابد يكون يعني هذا متصور في ذهنه، مو معنى أني قلت الاستحباب، أي. أو أحيانا أخشى أني أقول الاستحباب
وأنا أشوف أنها يعني مسألة عظيمة، قضية مثل صلاة الكسوف، لو قلت بالاستحباب الناس قد يتركونها، فأقول فأذهب إلى القول بالوجوب لأتركها. هي عظيمة عظامها بقدر ما شرعها الله، أما انطباع الشخص في قضية أخرى. إيه لا أنا أقصد يعني أحيانا قد يخشى الإنسان إذا قال بالاستحباب ويتهرب من القول بالاستحباب، بس ما يحق له يقول بالوجوب وهي ليست واجبة إلا لموجب شرعي، إلا لموجب شرعي. بالمناسبة أنت ألزمتهم بلوازم هي ليست واجبة عليهم، فقلت على الله ما لم يكن. ولو كانت، ويقول لك الآخر لو كانت واجبة، لو كانت بهذا العظم كان أوجبها الله، سهل يقولها. أنتم أعلم أم الله؟ ولهذا ترى الفقيه اللي يكون مضطرد ويعني يتبع النصوص يكون ترى عنده راحة عن تقريرها، يعني خلاص ربي هو من شرعها. نعم. لا، هل هذا المضطرد الذي سأذكره المثال سأذكره الآن، هل يعتبر هذا طرد المال وما حكمه؟ يعني هناك من يقول أنا سأعمل بالحديث أو بالمذهب أو بالدليل، وإذا أصابني مشقة من التمسك بهذا ذهبت إلى القول الآخر. قضية أخرى أبو إسماعيل، يا أبا إسماعيل هذه مسألة أخرى بعيدة عن تكلم عن الاضطراد. لا، هذا ليس اضطرادا، لهذا لا تجعل شيئا لك وشيئا للناس، كما يقول بعض المالكية ليس من حق صاحبي علي أن أجعل الأحكام التي له مثل الأحكام التي لغيره. إذا كنت ترى ذلك فقل للناس كلهم، قل للناس كلهم، ما يكون شيء أحكام خاصة بي أخبئها وأحكام أعطيها الناس. وهذا خلاف ترى هدي كثير من السلف، قد يخفف في الحكم للناس ويشدد على نفسه، لكنه هل المصلحة مثلا قد تصرف بعض الأشياء من الوجوب إلى غيره أو من الاستحباب إلى الوجوب؟ هذه قضية أخرى، نعم، لكن لها ضوابط. لكن لا، ليس من المصلحة أن عبادة لم مثلا عبادة مثل هذه العبادات قيل باستحبابها وأنا أقول فقط للوجوب لمصلحة لا يظهر لأي مصلحة فيها. ما المصلحة؟ ها؟ خاصة إيه؟ ولهذا هذا دخول المصالح في المعاملات أو في تعدي العبادات، ها؟ هذا صح موجود. أما في العبادات المحضة فهي نعم مصلحة، هي في حد ذاتها مصلحة، لكن تغيير حكمها بناء على المصلحة هذا باب ضيق جدا جدا ولا يكاد يسلم لك مثال. طيب، خطبة صلاة، صفة صلاة الكسوف واضحة. طيب خطبة صلاة الكسوف، خطبة صلاة الكسوف، هل هناك خطبة لصلاة الكسوف أم هي مجرد موعظة؟ لا يوجد أو لا تجب خطبة؟ يستحب خطبة لكن لا تجب. موعظة ولا خطبة؟ طب شو الفرق؟ هي في فرق بين الموعظة والخطبة؟ نعم، هناك فرق بين الخطبة والموعظة، قضية أخرى. طيب المذهب ما هو؟ ولا يشرع لها خطبة. إذن ما الذي يشرع؟ نعم، يقول لا تشطب. ما جوابهم عن ما، وهذه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قام، فنستخدم عبارة مثل ما يقولون عبارة حيادية، فكلم الناس في قضية معينة اللي هي تكلم عن صلاة الكسوف. ما جوابهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بالحكم، ولا وقت أنسب من إخبارهم بالحكم إلا في هذه الحالة. الله يجزاك خير شيخ محمد، فالله بك. ولا يوجد وقت أفضل من هذا الوقت، كما لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الأسسها فكلمهم، كما لو مثلا قام النبي بعد الصلاة أخبرهم بحكم، هذه مثلها يقولون. طب إلى أي الرأيين تميلون؟ طب بالمناسبة لو قام خطب على المذهب أخطأ وأتى بما لم يشرع، ها؟
نعم يا شيخ. نعم لا شروط. اي نعم. اذا لو قام فخطب اخطا. اكيد. من اين اخذتموها؟ الروايه الاخرى اتركها اللي معنا. نعم الروايه الاخرى يشرع لها الخطبه وهذا القول الاخر. ما دليلهم القائلين بالوجوب بمشروعيه الخطبه لها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة خطب. أي نعم بعد الصلاة. لكن القائلين بالاستحباب واضح تأويلهم للحديث. لكن سؤال، لو قام فخطب بعد الصلاة هو لا قطعا أنها ستكون بعد الصلاة لا قبلها، لو قام فخطب ما حكمه؟ لا هم يقولون موعظة لأن الخطبة لها شروط وإلى آخره. لو قام فخطب صاعد المنبر فخطب خطبتين الذي يظهر. إيه سب الذي يظهر لي أنه لو قام وخطب كما يخطب في العيد والجمعة أنه يعني ابتدع في الدين ما ليس منه. لا طبعا يخالف. زاد ما لم يكن مشروعا. نعم ابتسم الشيخ سليمان. ابتسم الشيخ سليمان يقول ماذا ما الذي صنعناه الأسبوع الماضي؟ يقول ليش تسميه بدعة؟ قل أخطأ وفقط غير مشروع. الشيخ ما يعجبه تقول بدعة لشيء مختلف فيه. شوف الشيخ سليمان هذا ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فضل. عندك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقوم ولم يخطب. الشيخ سليمان شيخ سليمان تحتاج نحط بينكم مناظرة شيخ في درس قادم. ها؟ والله صاحب اسماعيل بس مشكلة الحق يعني أحق إذا كنت ترى ذلك. إيش رأيكم يا مشايخ مناظرة بين الشيخ سليمان والشيخ اسماعيل؟ أبو معاذ أكيد يريد ال... ها؟ طيب على أي حال الأدق يا شيخ أن يقال أنه أخطأ خاصة إذا كانت في المسائل الاجتهادية أو تقول أنه فعل غيرها مشروع أو نحو ذلك. إيه نعم أو خلاف السنة أو نحو ذلك في المسائل التي فيها اجتهاد خاصة أنه له دليل يمكن يستدل به وهو الخطبة. طيب أنا كنت في شيء نسيته أنسيتموه. النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد الصلاة وتكلم. قام؟ إيه نعم. نعم. طيب هي تسن انتهينا منها جماعة وفرادة إذا كسف أحد النيرين. فرادة ما الدليل على فرادة؟ واللي يستطيع توظيف الحقائق في هذه المسألة في أنه أصبح له بعد. ما الدليل على أنها فرادة؟ جيد. هل يصلي الكسوء الاستسقاء نافلة وحده فرادة؟ هم عندهم يعني دقة شوي زيادة. نافلة لا تشرع لها خطبة. أه؟ هنا ممكن يقول نافلة لا تشرع لها خطبة فيجوز أن تصلى فرادة. لكن لو قلت نافلة مطلقا سيترك بنوافل يشرع لها يشرع لها جماعة ولا تصلى فرادة. طيب ما الدليل على فرادة؟ لا يشرط إذن الإمام ما في مشكلة لكن ما تصلى إلا جماعة. سامي الشيخ ما الدليل على الفرادة؟ إذا رأيتم فصلوا. جميل. عموم حديث رأيتم ذلك فصلوا. جميل امسك لي العموم. جيد. إذا أردت أن تستخدم القواعد اللي سبق أخذناها عندك قاعدة. القاعدة الأولى البيان. البيان فسر من قال أن المشروع فيها الجماعة قال بيان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوضح من هذا البيان. واضح؟ يقول بينه النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا. وتصلي كيف؟ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. واضحة هذه؟ طيب هذا من قال لا لابد من جماعة لأنه بينه. طيب من قال أنه فرادة واستدل به نفس هذا الحديث كيف يستدل به؟ قاعدة أخرى
الصلاة حقيقتها الشرعية ما هي؟ عبادة ذات قوى على الفعل. هل جزء من أجزاء الحقيقة الشرعية الجماعة؟ ها؟ لهذا من قال بمشروعية من قال بالفرادة، بمناسبة سنستخدمها مرة أخرى بس يعني أضعها على جنب شوي، أيضا انتبه باستخدام القاعدة هذه ستنقلب ضدك، ستنقلب عليك. قال إن فصلوا يؤخذ أقل ما يصدق عليه الصلاة وهي أن يصلي فرادة، ولهذا سواء صلى فرادة أو جماعة يدخل في هذا الحديث. هذا وجه من قال بهذا، وجه من قال بهذا. ركعتين يقرأ في الأولى، هذه كلها واضحة المسائل. طيب في نقطة، يصلي الأولى كالثانية إلا أنها دونها، ماشي؟ هل معنى ذلك إن الأولى أطول ثم الثانية أقصر منها ثم الثالثة أقصر منها ثم الرابع أقصر منها؟ هذا احتمال. احتمال الآخر إن الركعة الأولى أقصر من الركعة الثانية، فلا يلزم من ذلك أن تكون الركعة الثالثة أطول أقصر من الركعة الثانية، وهذا قال به بعض الأصحاب. أي إلى أي الرأيين تميلون؟ هو هنا يقول لكن دونها في كل ما يفعل. إيه لو استخدمنا مصطلح الركوع حتى هنا، لو استخدمنا مصطلح الركوع حتى نفرق بينه وبين الركعة، ففي صلاة الكسوف الركوع يختلف عن الركعة. جيد ماشي. الركوع الركعة الأولى فيها ركوعان. طب والحديث إنه دون الركعة يعني قد يكون يعني الركوع قصدك أن الركوع الركوع الأول من الركعة الثانية قد يكون أطول من الركوع الثاني في الركعة الأولى. هذا احتمال. نعم. طيب هذا احتمال قال به بعض الأصحاب وتأملوه، لكن الجمهور وهو الأوجه واليفهم أنه لا، أنا الثانية أطول من الثالثة، يتشهد ويسلم. هل التطويل أيضا في الجلسة بين السجدتين وفي الرفع من الركوع؟ ولماذا لا؟ لا المذهب لا، ليست لا يطيل في الرفع من الركوع الثاني. طبعا الأول طبعا سيقرأ الفاتحة ما في إشكال، لكن هل يطيل؟ لا. في بين السجدتين هل يطيل؟ لا. ما الدليل؟ إنها ما ذكر، ما قاسوا، انتبهوا، قالوا إنه ما ذكر الإطالة فإنها هذا بين السجدتين. أي نعم. وإن تجلى الكسوف فيها تم خفيفة وإن غابت الشمس كاسفة. طبعا هذا آخر الباب. إن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، طيب لن يصلي. ما دليلهم؟ واضح المسألة عندهم الآن. لو طلعت، لو غابت الشمس كاسفة هل يصلي؟ عرفنا أنه عندما غابت هي كاسفة لا يصلي، هذا لا إشكال فيه، لأنه أصلا إذا رأيتم في إشكال؟ لا إشكال. طيب الإشكال في الآن لو طلعت الشمس والكسوف ما زال موجودا، أو كسوف القمر، نعم، أو طلع الفجر وهذه وقعت وصار فيها جدل طويل قبل كم سنة؟ 6-7 عندما طلع الفجر وكان والقمر كاسف، تذكرونها؟ طيب كان في بدايته ولا في نهايته؟ كان في، لكن ما ادري والله بالضبط، لكن قبل اقامه الصلاه وبعد دخول الاذان. طيب ما الحكم؟ يقالوا ما الحكم؟ قالوا لا يصلي. ما دليلهم؟ ما لا يصلي اذا طلعت الشمس والقمر ولا زال كاسف. ابو اسماعيل بيني وبينك في في سالفه، لانك جبت صلاه الفجر ذي ولخبطتنا. ما يسكر عليك أبو إسماعيل. ما يسكر. إذا طلع، هذه زيادة الروح، إذا طلع الفجر والقمر خاسف يعني ما الحكم؟ أو كاسف؟ ها؟ الفجر أو الشمس ما الحكم؟ وأكثر إشكال في القمر، لأني أراه يعني أراه خاسف.
سبب الإشكال يا شيخ؟ هم يقول لا تصلي. المذهب لو تصلي وش السبب؟ انا اللي اسال السبب. يعني نضيق الوقت. هذا سؤالي يا ابو اسماعيل. يعني يخشى ان اذا اشتغل بصلاه الكسوف لا ليس خرج وقت صلاه الفجر. ليس هذا تعليلهم ناصر. ليس هذا تعليل. اسمع تعليلهم. لان نعمه القمر في هذا الوقت قد زال. ليست الان هذه ليس وقت ايه القمر. والنعمة زادت يعني ليس المقصود أن نعمة القمر ليست يعني الآن قوتها وضوها وجلائها في هذا الوقت. ما رأيكم؟ ها؟ سم. قد نقول أن دخول وقت صلاة واجبة. وأن صلاة خسوف القمر. يعني من باب السنية بما قال بالسنة. لا 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 الإشكال ليس الإشكال لو ضاق الوقت. لو ضاق الوقت تقديم الصلوات يقول يقدم المفروضة، هل يقدم الجنازة ولا يقدم الكسوف؟ هذه قضية. إذا تضايق إذا عارض الكسوف بعض الصلوات الأخرى قضية أخرى. نتكلم الآن المسألة المطروحة في وقت متسع. الآن يتسع الوقت. إيش ترجحون الآن؟ لا يصلى. لماذا يصلى؟ لعموم الآية. الحقيقة مع كسوف القمر، مع كسوف عفوا مع طلوع الفجر، القول بعدم الصلاة صعب شوية. يحتاج تأويله إلى تعليل أقوى من هذا. أما لو خسفت الشمس قد يقول أتمسك بنص الحديث إذا رأيتم ولا أرى. طيب. سم. أذكر وعدتنا على حديث عن المقاصد. إن شاء الله. طلبوا يعني الفقهاء هنا ما لاحظوا مقصد الشارع. ما يظهر لي مقصد هنا خاصة في الفجر أمامي يا شيخ. يعني ما زالت شيخ الآية موجودة خاصة أنا أقول لو تمسكت بالمقاصد. بمناسبة يعني هذا اقتراح الشيخ عبد الله عشان أورطه معكم، اقتراح تأجيل المقاصد. إن شاء الله المقاصد مخططة لها وجاهزة إن شاء الله. ثلاثة أيام يعني إن شاء الله 15 ساعة إن شاء الله. بس اقترح وكان اقتراح في محله إن المقاصد ومن يكتب في المقاصد كذلك الحظن ذلك إن المقاصد ارتباطها بالمعاملات أكثر من العبادات. فقال لو أجلت السنة القادمة وحثثنا السير حتى ننهي العبادات في هذا السنة وهو في محله. أنا قصدي دكتور فالمقصد عفوا يا شيخ سليمان المقصد قد يقال إن المقصد هو الصلاة. لماذا شرعت الصلاة؟ لكن الفقهاء هنا الأصحاب لماذا قالوا لم تصلي؟ يعني لاحظوا إيه؟ اللي ذكره الشيخ ناصر تو. إذن ليست عليهم عدلوا عن النص. أين؟ نظروا لماذا؟ قال ليست آية النهار هي، والنهار عندهم يبدأ الصبح طلع. إذن نظروا المقصد الشارع من الصلاة. لكن أليست العبادة. أليست آية؟ ماشي أنا أقول هالمسألة ما تكون من يعني صور المقاصد إنه الفقيه نظر إلى مقصد الشارع من العبادة. ممكن لكنها ارتباطها بالتعليل والتعليل له ارتباط بالمقاصد بس المقصد يعني مستوى أعلى فممكن له ارتباط. لو تأملها يا شيخ وتشوف لنا كيف مثلا ممكن. أو بالمناسبة المقاصد في العبادات الكتابة فيها محدودة جدا ترى. إيه فلو تكون هذا مدخل يا شيخ. شو رأيك تأمل كلام الحنابلة؟ هل فعلا ممكن استخدامه نظر مقاصدي أو ممكن نعكس عليهم؟ هل يمكن استخدام النظر المقاصدي في القول الآخر؟ يعني شيخ قد ينازعون في نفس المقصد هذا. إيه. يعني يقول خلاص هي ليست آية النهار. قل بالعكس إن الآية ما زالت موجودة. يعني هي نازعكم في الأصل الذي تقولونه. دونك الرجل يا شيخ. طيب أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. الزلزلة إذن يصلي وغير الزلزلة من الآيات العظيمة كالبراكين والعواصف والإعصارات وغيرها لا يصلي. لماذا استثنى الزلزلة؟ ابن عباس ويروى عن علي وقالوا إن هذا لا يفعل من قبيل الاجتهاد. هل يمكن أحد أن يساعد شيخ الإسلام ويستدل له بأنه يصلى لكل آية؟
والحديث كلكم يحفظه. شيخ الإسلام يرى الصلاة لكل آية. شيخ ورد النص على إنه خوف الله بهم عباده. جميل. خوف الله بهم عباده تنطبق على الزنزل مثلا وعلى العاصين وعلى. جميل، كلها يخوف الله بها عباده. طيب اقرأ الحديث كاملا. من الآن في أحد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يقرأها كاملة؟ أحد مع النص الآن؟ اقرأ عبد الرحمن بصوت مرتفع، اقرأها شوي الآن. تأملوا أين الذي يمكن تستخدمون أهل الاستدلال بها. حمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا إلى آخره. وهذا اللفظ ممكن أيضا تستثمرون أيضا. سمي شيخ رواية طيب أبي موسى الأشعري البخاري: فإذا رأيتم شيئا من ذلك. إذا رأيتم شيئا من ذلك، أول الحديث في إيش اللي ذكر تو قرأ آية. فإذا يقولون هذا عام والكسوف كان مثالا، فيمكن تستخدمون هنا تنقيح المناط. فالكسوف والخسوف كمثال، فالآيات إذا أتت ورأينا شيئا من ذلك نصلي. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ وجيه مبنى على تنقيح المناط ولا ليست كذلك؟ يعني أن الكسوف والخسوف الآن هل ينقح ولا يعني وصف الكسوف والخسوف ينقح ولا يبقى؟ هذا نسيته تنقيح المناط، شلون نعمل فيه؟ ينقح ولا يبقى؟ ينقح. نعم نعم شيخ، في جواب؟ في جواب. نقول يعني المقرر أن الصحابة كانوا أعلم بهذا الشيء، واستدل بفعل ابن عباس رضي الله عنه عندما جاءه خبر موت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي فسجد، فقال ابن عباس: تسجد في هذا الوقت؟ فقال: إن نسيت أصل كلامي. فلكن قال: وأي آية أعظم من موت نبي زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولم يصلي. هو صلى في الزلزلة، صلى ولم يصلي هنا، مع أنه أثبت أنها آية لكنها ليست عامة. يعني الآية ممكن هنا نقول أنها يعني مثلا نقول اللفظ اللغوي. أي طيب، أحد عنده اعتراض آخر؟ طيب، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. ماشي، ما الدليل؟ إعمال رواية في مسلم وفي غيره. أي نعم، وهنا الإشكال وملحظ. أي نعم نعم، في مسلم وفي غيره. ما ورد في الثلاث والأربع وفي خارج أيضا وأكثر من ذلك في الصحيح ورد الثلاث والأربع وفي غيره أيضا ورد الخمس. الآن مثل هذه كيف تعامل معها العلماء؟ هناك مسلكان. مسلك من حاول الجمع، نعم الجمع، وقال إنه وقعت أكثر من صفة، إنه وقعت أكثر من مرة فصلى أكثر من مرة، هذا مسلك الجمع. ومن سلك مسلك الترجيح ماذا فعل؟ نعم، يقول وقعت مرة ولا يصلح هنا الجمع. وقعت مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولا يصلح الجمع هنا. الجمع هذا أنه صلى أكثر من مرة لا يصلح. وفي كلام ابن القيم يعني معناه أنه هذا الذي يفعل الجمع دوما ليس يعني هذا المسلك غير مقبول دوما، وأنه كأنه يعني هروب من الترجيح عند وجوب الترجيح. فالجمع صحيح، وإن كان بالرشد نص على، يمكن قد بعضكم بعدين يعترض أن بالرشد نص على أن الجمع أولى من الترجيح بإجماع الأصوليين، أو قال لا أعلم في خلاف ونحو ذلك. نعم، لكن الأصوليون يضيفون قيدا إن أمكن الجمع، ولا يمكن أن تجمع بشيء يخالف العقل، ولا يمكن أن تجمع بشيء يخالف العقل. طيب ما رأيكم بي الآن لو قلت أن لو سلكت مسلك الترجيح وهو الثابت بالروايات الأصح، سواء في حديث عائشة أو حديث ابن عباس، سواء في حديث عائشة أو حديث ابن عباس، وقلت التالي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا أربع
ركوعات في ركعتين. هذه النقطة الأولى. وما سوى ذلك فهو خطأ من الرواة. خطأ من الرواة. هذا واحد. ومع ذلك قلت بما قال الأصحاب. إنه يجوز بثلاث وأربع وخمس. ما في تعارض. هل أحد يدفع عني التناقض؟ نعم. كيف الشيخ سليمان؟ إذا كان من قواعدك الأخذ بقول الصحابي. ممتاز. فيكون قولك. نعم. لأنه حتى لو ضعفت الروايات قد تأخذ بآثار الصحابة وتقول أنه هذا من الشيء الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد فأعمل به. فانتبهوا هنا، لا يلزم من قال بالترجيح أن يقول ألا يقول بأنه يشرع أكثر من ركوع. واضح المسألة؟ جيد. ما رأيكم بهذا الجمع؟ طبعا بعضهم جمع سلك مسلك الجمع ولكن قال أنه صلى يصلي ركوعين في ركعة إذا كان الكسوف قليلا أو يعني بدأ، وإذا كان طويلا ثلاث، أطول أربع. فيقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه بدأ التجلي ونحو ذلك فصلى ركعتين، وفي الأخرى لا رأى أنه لم، وهل مجرى. ما رأيكم بهذا الجمع؟ ها؟ حتى لو افترضنا أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يصلي إلا مرة. بالمناسبة أتمنى تسألون أحد المهتمين بحساب الكسوف ويأتيني أحد بالكسوفات التي وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أكون له من الشاكرين. بالمناسبة تستطيعون تحديد موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم باليوم؟ في إبراهيم. لكن هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترى في قضية أنه لم يكسف القمر أو يخسف كل العشر سنوات؟ طيب خلونا في مسألتنا. وش مسألتنا نسيتها؟ إلا من قال بمسألة ترجيح له أن يقول، نعم هذه الطريقة اللي يقول أنه هذا أطول وهذا أطول بسبب أنه رأى التجلي. ما رأيكم بهذه الطريقة؟ يقول أنه عندما صلى ركعتين رأى أنه بدأ التجلي، ثلاث لا ما بدأ، وهل هم جرى؟ وهل ثبت يعني موارد الصحابة؟ أي بعض الصحابة نعم ثبت عنهم الزيادة. طيب ما رأيكم؟ جيد. لكن ما رأيكم بهذه الطريقة في الجمع؟ أولا في رفع البصر، لكن قضية ثانية أيضا لا يمكن يفعل ذلك، لأنه الآن إذا صلى ثلاثا وتجلت مع ذلك أن الركعة الثانية ستكون طويلة والرابع، ولهذا رد أنه هذا لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة هذه ويضبط بالتجلي. فضبط بالتجلي لا يمكن بهذه الطريقة هو، لأنه أصلا لأنهم اتفقوا كلهم على الخلاف، اتفقوا أن ما يصليه في الركعة الأولى يصليه في الركعة الثانية. يعني إذا صلى ثلاثا يصلي ثلاثا، أربعا أربعا بالاتفاق. يعني ممكن هذا قد يكون مساغ، لكنه طب لماذا يصلي ثلاثا وأربعا؟ هو إذن سيظل حتى يبدأ التجلي. طيب كيف؟ وأيضا قد يعترض بأن النية لابد، قد يكون هذا اعتراض. بالمناسبة الركوع الأول واجب والثاني سنة. طيب إذن طبعاً مع ذلك لو جاب وأدرك الركوع، هذه مسألة واضحة، أدرك الركوع الثاني يعيد الركعة، إلا بعض الأصحاب خالف وقال أنه يعد له. لكن على ذلك ألا يمكن أن يقال أنه من الصفات أن يصليها كالنافلة؟ كالصلاة النافلة ركعتين، يصليها ركعتين. نعم الصحيح أنه يمكن، لكن يكون خلاف المشروع. كيف مشروع؟ طيب تريد ان نسال ابضع نقطه بس، اي الكسوفات التي وقعت في وقت لا تريد باستقراء علم الفلك او النصوص؟ لا 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 الفلك، علم الفلك. اي نعم. طيب اذا الان انتهينا من الكسوف، بقي شيء في الكسوف عشان ناخذ الاستسقاء على عجل. سمي شيخ. يعني في مساله قد تكون يعني وزعها يا شيخ عليها تمرين او كذا. اي سم اي تكفى. الاصحاب قالوا انه اذا فات الكسوف لا يقضى. أي؟
إذا فات الكسوف. لا إذا فات الكسوف لا يقضى. لا يقضى. ممتاز. قلنا فات محل. نعم. القاعدة هذه هل هي مطردة عند الأصحاب؟ إذا فات محل السنة لا تقضى. جيد أنت تعرف واضح الكلام. يعني مرة عدة ستمر في الباب وفي أبواب قادمة. أين؟ لماذا لم يقولوا بقضاء الكسوف؟ ما رأيكم؟ التراض في محله سم. الكسوف يعني مؤقت بوقت معين. أي نعم. فالغالب أن الإمام ما ينتهي إلا إذا تجلى الكسوف. فلا فائدة من الصلاة. فلا فائدة يعني. الكسوف مرتبط بوقت. فلا فائدة ولا مصلحة أو يعني فائدة من قضائها بعده. بعد الانجلاء أو التجلي. هذا جواب. ما رأيك يا شيخ؟ اسم الشيخ. اسم. كما قلنا الدكتور أنه لا يصلي إذا انتهى الوقت أو أنه إذا طلع الفجر والقمر خاسف فأنه لا يصلي. هو ما في مشكلة أن تقرر كلام أصحابه. هو يعترض على كلام أصحابه. يقول لماذا تقولون في صلاة النافلة أنه يقضي؟ لكن هل قالوا مطلقا بالقضاء يا شيخ؟ أو طب من يستقر قضاء النوافل عند الحنابلة ويمشي ترى لا يتوقف عند صلاة تطوع يمشي للعيدين كيف تقضى قالوها ويمشي أيضا الكسوف تحية المسجد لو جلس وقالوا لا إن ذكر قريبا قام فصلى وانتبهوا تحية المسجد ستجدون في الجمعة لا تجد يعني الأحكام الدقائق في هذه ستجدها في الجمعة لا في النوافل فانتبه هذه الأشياء لو أحد من يستقرها يضعها يسلكها في سلك من ورط واحد من مجموعتك يا شيخ لا لأنه كذا الجار وحقه بصقب يكون طب أجل خلاص الشيخ يحدد واحد ويلزمه من هو الشيخ أيضا سموه يا شيخ عبد الرحمن خلاص يا شيخ يشرح لك إن شاء الله. سجل الشيخ ولا عند الشيخ سليمان يتابع. لا سجل بيتابع الشيخ سليمان سجل. طيب صلاة الاستسقاء معكم طيب وش رأيكم قبل الورقة عشان نضمن إنه ما نخرج قبل انتهاء من بعض التمارين. أنتم قلتوا حضرتم مبدع ليس كذلك؟ أما ما ظهرت في الشريحة هذه يمكن في الشريحة اللي بعدها طيب ما علينا عندكم في المبدع معكم المبدع من يقرأ أول الباب في المبدع من يقرأ أول الباب من يقرأ أول باب في الكسوف نعم بسم الله الرحمن الرحيم سردا سريعا في المبدع قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف يقال كسفت بفتح الكاف اللي بعدها في الأحكام نعم وفعلها ثابت بالسنة المشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم وإذا كسفت الشمس أو القمر بالمناسبة أنا كنت أتمنيت أن تحضروا الممتع لنرى كيف استدل بهذه الآية كيف استنبط من هذه الآية بس قدر الله ما شاء فعل أتمنى إذا رجعت البيت ترجع للممتع ابن المنجى كيف استدل بهذه الآية على الكسوف نعم واصل وإذا كسفت الشمس أو القمر استعمله فيهما فزع الناس إلى الصلاة هي سنة مؤكدة حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا وقدم لقوله عليه السلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا متفق عليه فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا وروى أحمد معنا بس هنا عد الآخر عبارة لقوله عليه السلام لا لا لا, لا بعد الحديث فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا ما معنى هذه العبارة وش فائدتها أيضا عدها يا شيخ فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا هذا السؤال فأمر لهما
وش ما فائدة هذه العبارة؟ يلا أنا أريد أتمنى أنكم تفسرون هذه العبارة. تذكرون درس فهم أو إزالة الإشكال أو الغموض من بعض عبارات الفقهاء؟ كان عندنا تمرين الكسوف والخسوف. تذكرون الآليات في إزالة الغموض؟ الرجوع إلى الأصل. طب الآن هل العبارة واضحة ولا غير واضحة؟ قبل واضح. الحديث مشهور واضح عندكم، قال فأمر لهما بالصلاة أمرا واحدا. يعني الكسوف والخسوف. ما معنى هذه العبارة؟ ما فائدتها أصلا؟ ما فائدتها؟ فائدة هذه العبارة فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا. كيف؟ طيب ماشي، بعدين طيب من الأشياء اللي قلناها من الفوائد أنك ترجع إلى أصول الكتاب. من أصول المبدع المغني والشرح الكبير والفروع، المقنع هو المتن اللي يشرح، وكتب ابن قدامة عموما هو يرجع للكافي وغيره. معكم الشرح الكبير أحضرتموه أليس كذلك؟ الآن لا يوجد عند أحد منكم جواب لهذه المسألة. مدى الأخوات عندهم جواب لهذه العبارة؟ إن كان الأخوات عندهم جواب يتصل، لكن الآن أنتم معكم الشرح الكبير اليوم أحضرتموه، اقرأوا في الشرح الكبير. الشرح الكبير هو من أصول الشرح الكبير أو المغني من أصول الكتاب. هل يمكن أن يعني الإشكال في هذه العبارة يزول؟ وقد يكون بعضكم أحيانا يستعجل، خاصة أن المبدع أخطاء المطبعية كثيرة، يستعجل بتعديل العبارة. لا تستعجل حتى تقرأ في كلام الأصحاب، قد يكون يتضح لك شيء. سم الأمر، بما أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واحدا، قد يؤخذ على عدم الوجود. ترى المصنف يرمي إلى شيء بعيد بعيد بعيد. سم ودلي مع الشرح الكبير أقرأ بسرعة لعلكم تجدون الإشكال حل. الذي ورد وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى لكسوف الشمس، نعم، ولم يثبت أنه صلى لخسوف القمر. ممتاز. ف يعني يبدو أن بعض العلماء أو بعض المذاهب رأوا الصلاة لكسوف الشمس ولم يروا الصلاة لكسوف القمر. ممتاز. هذا مدخل، هذا مدخل مهم جدا، يقرأ في الشرح الكبير خلنا لنتأكد هل هذا المدخل في محله أو لا. ستجدون العبارة هذه بحروفها في الشرح الكبير، بحروفها. وترى الإمام الكشاف يجرب، ترى أحيانا الكتب التي اعتمدت على الكتاب هذا قد تساعدك، مع أن الأصول أولى. الإمام الكشاف ممكن يستخدمه. ما وجدتموه؟ هاي يا جماعة، من معك الشرح الكبير؟ معك الشرح الكبير يا شيخ؟ وين الكسوف؟ طيب بسم الله، هذا 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 الشرح الكبير. طيب دور العبارة هذا. سم لقيت العبارة بحروفها؟ لكن تختلف عن عبارة المبدع. وينها؟ بس قبل عشان ما الوقت فوس. وين يا شيخ؟ وين يا شيخ؟ وينها؟ أيوة فعلها وأمر بها ولا نعلم خلافها. لا ليس هذا المكان. واصل أفهم خسوف القمر. طيب أيوة اقرأ من هنا. شفت سجد؟ هذا هذا العبارة بحروفها. أي نعم. أليس كذلك؟ اقرأ من هنا بس بسرعة يا شيخ واقفز الواضح. فأما خسوف القمر الإشكال الآن الشرح في الكبير، الشرح الكبير قرر مسألة كسوف الخسوف الشمس ولا إشكال فيها، صح ولا يا شيخ؟ نعم. واضح الحكم فيها. فأما خسوف القمر فأكثر أهل العلم على أنها مشروعة. مشروعة. مشروعة له. أيه. فعلى ابن عباس وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق. حتى الجماعة مشروعة. نعم. وقال مالك ليس لكسوف القمر سنة. ليس لكسوف القمر سنة. وحكى عنه ابن عبد البر وعن أبي حنيفة أنهما قالا يصلي الناس لكسوف القمر أحدانا ركعتين ركعتين. إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال، تشرع لصلاة لخسوف القمر جماعة، لا تشرع مطلقا، تشرع لكن فرادى. واستدلوا، انتبهوا الدليل، توقفت لكم قبل قليل
أي الآن نرجع لها. واصل يا شيخ. ولا يصلون جماعة لأن في خروجهم إليها مشقة. أين؟ ولنا. ولنا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا متفق عليه. فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا. تختلف الحروف عن الحروف اللي عندك؟ حتى متفق عليه فأمر بالصلاة لهما. هذه طريقة ترى مهمة جدا في إزالة الإشكالات. الآن أنتم قرأتوا الكلام، الآن لو رجعتوا قرأتوا الكلام هذا مرة أخرى في أي صعوبة؟ فقط يشير هو إلى الاستدلال على من قال مثل ما ذكر أبو إسماعيل أنها أن هذه تستخدم أيضا ويستدل بها لوجوب لمشروعية صلاة الجماعة لخسوف القمر. طيب التمرين الثاني معكم في صلاة الاستسقاء معكم أهم أحاديث الباب، ومطلوب عندي سؤالان. السؤال الأول والآن أريد استخراج الآن الأحاديث الآن معكم وفيها ألفاظ متعددة، وحقيقة أنا أشكر الشيخ محمد هو الذي أعدها، مشكورا الشيخ محمد الأمين. فيها ألفاظ، هل الآن الحنابلة عاملوا بكل الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث أم تركوا بعض الألفاظ؟ هذا السؤال الأول. هل الحنابلة عاملوا بكل، وأتكلم إذا الآن أقصد بالحنابلة مشهور المذهب اللي عندنا في الروض، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك بعض الألفاظ تعارض ظاهرها يعارض الألفاظ أخرى، يعارض ألفاظا أخرى؟ السؤال الأول ما الذي لم يعمل به الحنابلة من هذه الألفاظ، والسؤال الثاني هل هناك تعارض بين بعض الألفاظ؟ يلا أتمنى العمل ثلاثة ثلاثة، الأوراق بالعدد يا شيخ. الحنابلة قبل طبعا، تعرفون مذهب أبي حنيفة، رأي أبي حنيفة أنه لا تشرع صلاة الاستسقاء. طيب ما الذي جعل أبا حنيفة يقول بعدم مشروعية صلاة الاستسقاء مع وجود هذه الحديث؟ نعم، في حديث أنس وغيره أنه استسقى في الجمعة. فأيضا من الأشياء أنه في بعض الألفاظ أنه خرج فاستسقى، استسقى دعا وليس فيها كلمة صلاة، وهو لا يقول يعني يقول بمشروعية ذلك. الاستسقاء في الخطبة يقول به، الخروج للدعاء يقول به، لكن الخروج للدعاء والصلاة لا يقول به. وفي تبويب البخاري لحديث أنس في بعض الأبواب ما يشير، مو هذا مذهب البخاري، لا أنا لا أدري، لكنه لعل في ذلك لأنه إشارة إلى هذا المذهب أنه من ترك الصلاة يعني من استسقى في الجمعة ولم يخرج للصلاة. ولهذا أنت ترى من الدعاء ومن الاستسقاء، الاستسقاء في الجمعة، وهذا يقول به أبو حنيفة. والخروج للدعاء حتى لو لم يكن هناك صلاة هذا يقول به أبو حنيفة. طيب الأصحاب ما الذي تركوه؟ خلنا في الأصحاب يا شيخ، ما الذي تركوه؟ هاي يا مشايخ، صعود المنبر، لم يقولوا بصعود المنبر هم؟ ماذا قالوا؟ هذا بيجين الشافعي مذهبه الجديد. ماذا قال في الروض؟ يخطب على منبر. لا هنا هل جلس الاستراحة هنا؟ طيب هنا قال الشيخ انه القلب يكون من الاسفل والاعلى، هم لم يقولوا بذلك. تلحظون عند قلب الرداء ينصون على ان اليمين على الشمال والشمال على اليمين، لان عند الشافعي القلب يكون من أسفل في مذهبه الجديد بسبب هذه الرواية، بسبب هذه الرواية. ويقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقلب الأسفل لم يستطع فقلب اليمين
على الشمال، فعند الشافعي أنه يقلب اليمين على الشمال إذا لم يستطع، إذا لم يستطع وللأصل، وخلف في ذلك والجمهور لهم أدلتهم. طيب أيضا مسائل، في مسائل ظاهرة جدا، هذه مبنية على شيء، الخطبة في حديث عبد الله بن زيد. بالمناسبة عبد الله بن زيد من هذا؟ صاحب الأذان؟ صاحب إيش؟ أو حديث، حديث مشهور في الطهارة، هذا عبد الله، أي نعم، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وترى نص البخاري على ذلك، وأشار لوهم سفيان في جعله صاحب الأذان بن عبد ربه. طيب الآن في حديثه، وأين اللفظ الذي فيه أن الخطبة قبل الصلاة؟ شلون؟ نعم، حديث أبي هريرة متى الخطبة؟ بعد الصلاة. حديث أبي هريرة ماذا قال؟ ثم خطب، فصلى ثم خطب، فصلى ثم خطب، وهذا المعمول به هنا، وهذه المشاعرية اللي عندكم في الروض. طيب حديث اقرأوا روايات حديث أو ألفاظ حديث عبد الله بن زيد. نعم، قال يدعو ثم حول رداءه ثم صلى، إذن الخطبة الدعاء قبل. أيضا ألفاظ أخرى، في ألفاظ أصرح، عبد الله بن زيد ما شفته، ما في أن بدأ بال طيب ها جميل، هذه المسألة الكبرى لننتهي منها، هل الآن الخطبة قبل الصلاة أم بعد؟ حديث أبي هريرة فيه قبل الصلاة، قبل ثم الخطبة كالعيد، صح؟ وحديث عبد الله، حديث عبد الله فيه أن الخطبة قبل ثم الصلاة، وتجد ألفاظ عدة في حديث عبد الله بن زيد، جعل بعضهم أن هذا الترتيب سبب الألفاظ المختلفة عندكم في حديث عبد الله بن زيد، وله قصة لأنه خرج فاستسقى فذكر، هو الذي استسقى، بعضهم أول وقال تأويلات عديدة أن ثم لترتيب الجمل وليست لترتيب الزمن، إنه مجرد ترتيب جمل، وثم استشهدوا بألفاظ أخرى فيها ليس فيها ثم أو فيها ثاء لأنه فصلى ونحوها، وقالوا هذا يدل على أن الترتيب ترتيب جمل، لكن الإشكال أنه بعض أئمة الحديث ضعف أو رجح الروايات التي فيها ترتيب على التي فيها العكس، يعني ترتيب الخطبة قبل الصلاة، ورجح أن حديث عبد الله بن زيد على ظاهره وأن الخطبة قبل الصلاة، وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور ولا يصح فيه إجماع، أنه قيل وقال جمع من أهل العلم أنه قبل الصلاة، الخطبة قبل الصلاة، فما الجمع بين الحديثين؟ أولا قبل، ما الذي تتوقعون إحدى روايات الإمام أحمد في هذه المسألة؟ المذهب في ثلاثة أقوال، أحد الأقوال ما الذي يتوقع أن يقول الإمام أحمد؟ نعم الشيخ، إنه مخير إما أن قبل أو بعد، هل هذا يتفق مع أصول أحمد؟ نعم، وهذه فعلا هذا قول في المذهب أنه مخير، والحقيقة أن القول هذا قوي جدا أنه مخير، مشهور المذهب مخير يخطب قبل أو بعد، مشهور المذهب اللي عندكم في الروض أن الخطبة بعد ولا قبل؟ بعد الصلاة، والقول الثالث هو في المذهب أن الصلاة بعد الخطبة، أن الصلاة بعد الخطبة، منهم من رجح حديث عبد الله بن زيد، منهم على حديث عبد الله على حديث أبي هريرة، منهم من رجح حديث أبي هريرة واستدل بأشياء عديدة، منها هل في ألفاظ تدعم حديث أبي هريرة؟ الأصل استندوا على الأصل وهي صلاة العيدين لأنها فعلت في نفس الوقت، قاسوها على العيدين،
وسلم القياس على العيدين أيضا طيب لفظ حديث ابن عباس لكن ممكن لا تقول لا تقول لا قياس مع النص احدى الفاظ سنه الاستسقاء سنه الاستسقاء سنه العيدين يعني احدى الفاظ حديث ابن عباس او راي ابن عباس عندما سئل عن الاستسقاء وقال ان سنه العيدين هذا ايضا يقوي القول بالقياس لكن هذا اللفظ بعينه فيه ضعف هم جعلوه يقوي حديث ابن ابي هريره اذا عندي من قدم حديث ابي هريره وهم الجمهور من قدم حديث عبد الله بن زيد والحديث اقوى وان كان لم يعمل به الجمهور ومنهم هذا المتوقع في مذهب الحنابلة وهو التخير طيب مما خولف ايضا يا شيخ عشان بس الوقت ما نحبس الاخوه مما ايضا مما تركه الحنابلة هنا هل هي خطبه ام دعاء الحنابلة قالوا خطبه في كثير من الالفاظ انها دعاء وفي بعض الألفاظ خطبة وبعضهم قال يخطب ثم يدعو أو أن تكون الخطبة مشتملة أكثر يعني يكون أكثر الخطبة دعاء لكن لا أحد قال بالمعمول به الآن من يشرق ويغرب في خطبة الاستسقاء أنا صليت مع أحدهم لا تفرق عن الجمعة بتاتا بل إنها يعني لأنها سامحه الله لا يريد أن يحضر دعاء ولا يحفظ دعاء أتى بالأحاديث المكرورة التي يكررها في خطبة الجمعة ومنها جزء صغير للاستسقاء وكلها كل الأدعية المكرورة التي يذكرها في الجمعة حتى بعضها لا يعني لا من قريب من بعيد هذا المكان أتى بها فالحقيقة الآن يندر ما نقول يندر كثيرا ما تحضر خطبة للاستسقاء على القول بمشروعيتها أبعد ما تكون عن الخطبة التي يتوقع أن أو يفترض أن تكون في صلاة الاستسقاء أيضا عندك شيء يا شيخ بس بخلي آخر شيء ما عليش خلنا نجعل الختام مسك أيضا ابن عباس نفى الخطبة قالوا لم يخطب خطبة لم يخ أيوة ما الذي نفاه ابن عباس لم يخطب لم يخطب كخطبتكم هذه طيب كخطبتكم هذه ما الذي نفاه صفة الخطبة خطبتكم هذه خطبة العيد ولا خطبة الجمعة أو يشير إلى شيء قائم الآن ما هو ما الذي نفاه ما الذي نفاه ابن عباس يعني هل رأي ابن عباس أنه يراها ليست خطبة وإنما دعاء؟ لا لا ما نفى الخطبة قال خطبة كهذه كخطبتكم هذه يعني كان هو أنكر يعني ينكر أن تكون الخطبة كخطبة العيد أو الجمعة مثلا طيب جميل أيضا ولهذا هذا والحنابل يقول يخطب ك إلا أنها واحدة وهذا مشكل إما قيسوا على العيد تماما ولا نفوق كما قال ابن عباس أيضا تأييد أنس رضي الله عن ابن عباس في قوله ولم يكن خطبتكم هذه ولكن لم يزل بالدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين هذا دليل أيضا لمن قوى طيب هذه رواية هذه تقوي من القائلين بالخطبة قبل ولا بعد خطبة قبل الصلاة طيب أيضا مما ترك الحنابلة منه بالمناسبة ترى بعضكم ظن أن الحنابلة لا يقولون بشيء وهو تو عندكم يا شيخ عبد الله أي وش قال لا 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 استقبال القبلة متى يستقبل القبلة هو ذكر المعمود أنه بعد الخطبة متى يستقبل القبلة المذهب لا تستغربوا لو أن يستدبركم الإمام وهو يخطب هذه مشكلة الآن مع اللواقط طيب ما الذي يعني الآن يؤيده النصوص التي عندكم ماذا قال وحول حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة الرواية الأولى ثم تحول إلى قبلة وتحول إلى الله ثم
هل الآن هو يخطب ولا يدعو؟ بعضهم قال عند الخطبة والموعظة يستقبلهم، عند الدعاء يستقبل القبلة، أو كل الخطبة للقبلة. هو شيخ احتاج لحل الخطبة هل هي الخطبة ولا هي مشتملة على الدعاء والتذكير؟ الله هذا الذي طب ترى في إشكال، أنتم ستستدلون بحديث عمر إنه لم يزد على استغفار، فلما سئل قال سألت الله بمجاديف. طيب لكن قد يقول قائل لا، أنهم لم يستنكروا أنه لم يخطب، وإنما استنكروا أنه اقتصر في الدعاء على الاستغفار، وهذا يؤيد من قال إنما هي دعاء ليست خطبة. وهذا ترى قوي، أن الخطبة هذه إنما هي دعاء وتضرع، ولهذا من يريد أن يخطب حتى لو كان يرى أنها خطبة فعليه أن يراعي أنها خطبة تضرع، شيخ أحيانا ليست خطبة مواعظ ولا خطبة إنكار منكرات ولا خطبة إلى آخره. الآن وترى بعض الخطب فيها نوع، أنا ما أريد أعبر بالتعبير هذا، لكن في نوع من تزكية النفس، أن أصحاب المنكرات وأصحاب من بعد هؤلاء حرمونا وإلى آخره من الأشياء هذه، صح ولا لا؟ نعم. فهذه الحقيقة هنا، هذا الموضع موضع إيش؟ مش يقول الحنابلة تضرع وتذلل وتخشع. الآن موضع الواحد يتضرع إلى ربه يترك الناس، وموضع اتهام للنفس قبل اتهام الناس. فالآن أقبل على شأنك، وعليك بالدعاء والتضرع، والخطب الأخرى صلاة الجمعة ستكون بعد يومين أو ثلاثة. طيب أيضا انتهينا. طيب التعارض بين الألفاظ، عندي التعارض على الخطبة أين؟ أيضا هل هناك تعارض آخر؟ في رفع اليد حتى يرى بياض بطيه؟ بالعكس، هذه سيك هذا السؤال، هذا يؤيد. والسؤال هنا هل أشار بالباطن يعني اليدين هكذا أم هكذا يعني في الرفع؟ وترى بعضهم يعني يستنكر مبالغة، هو المبالغة في شدة التضرع وخاصة عند الاستسقاء يبالغ في الرفع، ولا النبي صلى الله عليه وسلم غالبه كانت قبل وجهه، لكن الآن هذا في مبالغة في لأنه مبالغة في التضرع. لكن هل كانت الأيدي إلى السماء، بطونها إلى السماء أم ظهورها إلى السماء؟ إلى السماء هكذا. طيب دوما انتبهوا في نقطة دوما، وستجدونها يعني لا أقول يعني لا أستطيع أطردها تماما، تحتاج استقراء، لكن الصفات التي فيها نوع تكلف مخالف لل يعني الهيئة المتوقعة، لو تتأملونها ستجدون أنها مؤولة لو قرأ يعني جمعتها في الرواية الأخرى. فالآن من يريد أن يتضرع الآن ويبالغ في التضرع، المتوقع أن تكون البطون للأعلى وللظهور؟ حاولوا الآن، حاول شوف، جرب، ما مصوركم يا رجال، ها كيف؟ طيب لو وضعت الظهور، طب ممكن كذا ترى، ممكن جربوا أنتم شوف، لو وقعت ممكن، لكن في أيهم اللي ممكن أن يكون الأقرب لشخص متضرع ولا مخبت؟ أيوة فيها طلب، كانك تطلب. طيب الآن هذا كل شيء عقلي ترى، وإذا ورد النص ليس لنا كلام، لكن الآن النص هل هو كل النصوص في الظهر؟ تأمل النصوص الآن اللي عندكم، أما من وصف الظهور فقال الظهور، لكن قال رفع يديه، باقي النصوص رفع يديه. مين؟ عنده اللفظ هذا، رد عليه. بياض البطيخ
طبعا شيخ الإسلام يرى ذلك، ما ترونه؟ أنه يعني أنه هذا إشارة فقط للمبالغة. طيب أنه من مبالغة كأن الظهور، إذن ليست احتمال، ليست كذا احتمال، أنه يعني هذا قد يؤيد الرفع الشديد حتى كأن الظهور. أي والعرب، ترى العرب يتجوزون في العبارة، وكثيرا ما يكون التجوز في العبارة، ومثل هذه العبارات لا يؤخذ بحرفيتها وإنما تجمع في سياقها مع حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال الرواية والألفاظ الأخرى، تجمع فتجعل في سياق واحد ثم تفسر. أما التفسير الحرفي، ليس الحرف على سنن العرب، وإنما كأنها ترجمت بعض القواميس، تأخذ كلمة كلمة. لا، العرب لهم فنون في الكلام، ولهذا لا يستغني فقيه عن الإكثار من القراءة في عيون، ليس فقط المعاجم، ترى يا شيخ محمد هذا اللي ضيعنا، اعتماد على المعاجم فقط، في أشعار العربي بالذات وخاصة الجاهليين، لأن هذا سيعطيك ذوقا تميز. ولعل قصة أخرى إن شاء الله، قصة محمود شاكر في طريقته في فهم الفرق بين الشعر الجاهلي وغيره، لعل تذكر إن شاء الله في درس قادم. أشكر لكم الاستماع، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.